فيصل التبيني النائب بمجلس نواب الشعب. اليوم هي جلسة تقييمية يعني لعمل الحكومة التونسية على مدى 100 يوم. تقييمكم انتوما للعمل هذا؟ نوت موانزان بالحق. حكومة اللي مقامة الفساد رئيس حكومتها واحد لهنا للفساد، والعاود اليوم يجي البرلمان باش يعتذر ولا باش نشوفوا صيغة نتفاهم. والمهم نبعدوا على التشنج، نشوفوا طريقة نتحدثوا به. وش يا بتشويه؟ شنو معناتها يا بتشويه؟ المرة الجاية يقول اللي ما عجبوش كسر راسه في أول حيط قاربه، ولا برا يمشي يشرب من البحر. شنو هي؟ معناتها يقول عرضوا لي في الدورة المرة الجاية؟ أني هزيت وعرضوا لي في الدورة؟ أنا برجولي ما في باليش فاشل بركة. طلع السيد فاشل وصحيح رقعة. بالحق رقعة صحيحة. أنا في بلاصته حاشم. هذا عنده تضارب مصالح مع سابقية الإضمار والترصد. السيد راهو نتذكروا وقت تشكيل الحكومه ضرب باش يبعد وزاره البيئه على وزاره الشؤون المحليه باش تعدي له كونترات تاعو. اليوم جاي ماهوش معقول. حبي بعد سامحني سيد النائب، الوزارات هذوما على بعضهم على خاطر الشركه نتاعو تاع راسكلت نفايات تتعامل مع وزاره البيئه. فهمتني؟ هذاك علاش هو عمل لك هيك؟ ما عنده نيوز. هو كان يسترجل اليوم ويستقيل ويروح على خاطر تاع قدره راه تاع سيفيني ثقة فقدت وانعدمت. والله نقول له والله ما لا رقعة عندك.